بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده مع هاني. الخبر للاسف محزن جدا لكل المغاربه. انا عارف ان ناس كتير قوي من المغاربه عندي على القناه مشرفيني منوريني، لكن الخبر السيء زلزال بقوه 7 ريختر في جبال الحوز بجبال الاطلسي. الخبر طبعا احزننا جميعا، وخصوصا عدد الوفيات كان كبير، بدا ب 300 ولسه الاعداد ربنا يستر ما يبقاش في تزايد، وان شاء الله باذن الله وتبقى الاعداد اقل من كده بكتير. قلوبنا وتعاطفنا جميعا مع اهل المغرب، حبايبنا واشقائنا واخواتنا، ربنا يعدي المحنه دي على خير. زلزال قوي، زلزال فظيع، زلزال تسبب في هدم كتير من المنازل والبيوت. نتمنى دعم الشعب المغربي بكل ما اوتي لنا من قوه، كلنا عرب كلنا مسلمين، نتمنى يا رب مساعدتهم ويعدوا محنتهم على خير. تعالوا مع بعض نشوف قوه الزلزال وتاثيره ونرجع لحضراتكم دي. مقياس ريختر أحدث الكثير من الخوف والهلع لدى السكان. ضرب طبعا في مركز الزلزال، كان في إقليم الحوز في أحدى يعني في المناطق الجبلية في جبال الأطلس الكبير. وحتى الساعة المعلومات الأولوية المتوفرة تتحدث عن قرابة 300 قتيل. الأرقام بطبيعة الحال مرجحة للارتفاع نظرا لما ذكرته وزارة الداخلية بأنه الأرقام هي لا تزال أولية، لم يتم مسح شامل للأضرار إن كان على مستوى الأضرار البشرية أو الضحايا والأضرار المادية التي بحسب الصور التي ترد تظهر حجم كبير، حجم ضرار أضرار كبيرة. ويعني حتى نتابع على مواقع التواصل من الصور المتوفرة، تم إنشاء العديد من المستشفيات الميد وإصابات بعد ما سقطت المباني. طبعا زلزال محزن جدا، بيفكرنا بزلزال تركيا وسوريا، زلزال في غاية القوة 7 ريختر، مقياس كبير جدا، تسبب في الأذى وآثار الدمار موجودة متواجدة في بعض الأحياء في المغرب. طبعا كلنا مع شعب المغرب، ربنا يعدي أزمته على خير، كلنا بنتمنى ليهم الشفاء للمصابين والرحمة للمتوفين، ونتمنى الأزمة تعدي على خير إن شاء الله. بس نتمنى من كل العرب مساعدة الأخوة المغاربة وجهود تبذل من أجل البحث عن أحياء وسط الأنقاض. كان معاكم هاني، تمنياتي مرة تانية ودعواتنا للشعب المغربي، أتمنى لكل العرب يحط تعليقاتهم ودعائهم للأخوة المغاربة. كان معاكم هاني، شكرا لكم وحفظ الله وأمنه. سلام.